الأعزاء، عشاقي الأصالة، تتجدد بكم التحية من جديد في استمرارية انطلاقات سن الكبار في هذا اليوم. وتواصلنا مع أشواط الإنتاج والمنتجين، يسير شوط جديد من أشواط الخير والبركة، وهو شوطنا أيضا السابع في تعداد الأشواط والخاصة بمنافسة الزمول المحليات الأصهايل عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة دبي ريسينج وقناة يأس الرياضية والقنوات الناقلة لهذا الحدث الهام. هذا المهرجان، مهرجان ولي عهد دبي، ينطلق في 10 أيام على أرضية ميدان المرموم. نسير إلى مقدمة الشوط ونتابع الصدارة والمركز الأول، وهنا على المقدمة الأولى مياس لزايد بن محمد بن قران المنصوري اللي يتقدم مع مقدمة الشوط ومع الصدارة، بينما النقلة إلى المركز الثاني تابع لي أبو سعيد. لنراقب هنا القدوم في هذه اللحظات ونتابع الشامخ يتقدم لمحمد بن راشد بن حضيرم على مستوى المركز الثاني، بينما ننتقل إلى المركز الثالث ليأتي هنا حمران لهلال بن سعيد بن هلال الظاهري، يتقدم على مستوى المركز الثالث، بينما نتابع الوصول إلى المركز الرابع. وفي المركز الرابع المركز الرابع يتقدم حشيم سلطان بن سيف بالضبيعة الاكتبي، يتقدم على مستوى المركز الرابع، بينما ننتقل إلى المركز الخامس لأجد مياس لسالم بن راشد الشعالي العليلي، يتقدم على مستوى المركز الخامس، بينما في المركز السادس يأتي غازي لسعيد بن سهيل بن سلمي العامري مع مستوى المركز السادس، بينما في سابع المراكز يأتي الواعي لحمد بن سالم بن سليم الاكتبي، يتقدمون اهل المدام على مستوى المركز السابع، بينما في المركز الثامن يتقدم الان وياتينا في هذا الاندفاع المستشار احمد بن مبارك بن سعيد بالعامري الاكتبي مع مستوى المركز الثامن، بينما في تاسع المراكز ياتي هملول عبد الله بن حمد بن خميس الشامسي لياتي ويتقدم على مستوى المركز التاسع، وعاشر المراكز الحساس بشعار محمد بن سيل راعي العوية العامري، يتقدمون كذلك أهل الوقن معلنين تواجدهم على مستوى المركز العاشر. هذه نتيجتنا، هكذا ندائنا للعشر المراكز الأولى في انطلاقة شوط الزمول المحليات مع هذه المسافة الماراثونية الطويلة، مسافة 8 كيلومترات اللي يبغي لها تكتيك وتركيز عالي من الإخوة المضمرين والمتابعين هذه الزمول المحليات اللي لا زالت تسطر انجازات منذ صغرها في سن الحقائق وحتى الان في سن الزمول. نتمنى التوفيق ان شاء الله لكل المشاركين ولكل الطامحين بالنقطه في مهرجان سمو ولي عهد دبي، اغلى مهرجانات الموسم بالفعل. عوده الى المقدمه، عوده الى الصداره والى البدايه في هذه اللحظات. عودة إلى مقدمة الشوط وعودة إلى أيضا اللي على المقدمة، ياتي الشامخ، نعم الشامخ محمد بن راشد بن حضيرم الاكتبي هو الآن يتصدر المقدمة، يتصدر المشاركين وياخذ كادر بحاله هناك مع مقدمة الشوط مع الصدارة. ركز يا بن حضيرم، أركز بأن يتابعون للعين، يبون السلامات لدار الزين من خلال
الهلالي تقدم كيلان مع شامخ المركز الثاني. هنا مياس ايضا لزايد بن محمد بن قران المنصوري يتقدم على مستوى المركز الثاني، بينما في المركز الثالث هذا حشيم سلطان بن زيد بن ضبيعة الاكتبي يتواجدون النزوة ليبحثون عن السلام مع تواجدي ايضا هذا الاندفاع مع المركز الثالث، بينما في المركز الرابع غازي سعيد بن سيل بالسلمي العمري يتقدم بالسلمي على مستوى المركز الرابع. وخامسا هذا مياس لسيف الراشد الشعالي العليلي مع مستوى المركز الخامس يتقدم الآن، بينما في المركز السادس هنا الوصول من قبل حمران لهلال بن سعيد بن هلال الظاهري يأتي على المرتبة السادسة، بينما في المركز السابع وفي المركز السابع هذا المستشار أحمد بن مبارك بن سعيد بالعمري الاكتبي على مستوى المركز السابع. وفي المركز الثامن عندنا بسليم يقدم لنا الواعي ايضا ياتينا الان بشعار حمد بن سالم بن سليم العامري ياتي على المركز الثامن. والتاسع يتقدم اللي هو صوغان سهيل بن قريع بن روس العامري يتقدم على المركز التاسع. المركز العاشر هذا هملول عبد الله بن حمد بن خميس الشامسي. هكذا هي النتيجه، هكذا ندائنا مع منتصف المسافه او ايضا تعدينا منتصف المسافة، بدينا نتجه إلى نحو 3 كيلومترات المتبقية من عمر هذا الشوط من المسافة أيضا 8 كيلومترات، وتعادلنا مع منطقة حزام الغابات. يا هل ترى هذا الشوط إلى وين يتحدد مصيره بين هؤلاء الأسماء القوية القادمة من جميع ميادين دول مجلس التعاون الخليجي الكبير ليشاركوا هذا المهرجان، مهرجان سمو لعهد دبي في عام 2022 ليحتفل ميدان المرموم بالمنطقة اللسيلي بهذا المهرجان الغالي على قلوب الجميع. عودة إلى المقدمة، عودة إلى الشامخ بشموخة بانطلاقة الجميلة مع صدارة هذا الشوط. يتقدم محمد بن راشد بن حضيرم في مستوى المركز الأول وفي البداية الأولى. أركز يا بن حضيرم، أركز مع الشامخ اللي على المقدمة الأولى، بينما في المركز الثاني وفي المركز الثاني هذا الآن يتقدم حشيم سلطان بن سيف بالضبيعة الاكتبية ياتي على مستوى المركز الثاني، بينما في المركز الثالث زايد بن محمد بن قران المنصوري اهل الظفره قادمين. امهالي غياثي بالفعل يتقدمون على مستوى المركز الثالث ليقدم لنا مياس. وما دام عندي ولد مياس يبني من مطلع كوسيا بن قران يتقدم بانطلاقه السلاله الصوغانيه، بينما في المركز الرابع وفي المركز الرابع المستشار يأتي الآن أحمد بن مبارك بن سعيد بن عمري مع مستوى المركز الرابع، بينما أرى القدوم على مستوى المركز الخامس من غازي أغازي لسعيد بن سهيل بالسلمي العمري يقدم لنا غازي الآن يتقدم، بينما نتابع اللي على المركز السادس مياس لسيف بن راشد الشعالي العليلي، بينما نتابع اللي على المركز السابع ويتقدم ليأتي في هذا الاندفاع صوغان بدأ يزيد من السرعة سهيل بن قريع بن روس العامري يقدم لنا هذه الانطلاقة. المركز الثامن أشوف هناك الأسماء. المركز الثامن مياس لراشد بن سالم بن محمد بن سعيد بالهلي يتقدم في هذه اللحظات، وسهيل جارف من الاسماء القويه اللي قادمه اللي تبحث عن الانجاز. بدينا الان نتجه نحو المنصه الرئيسيه، نحو المقصور الرئيسيه اللي تفصلنا عن خط النهايه واللي تفصلنا عن الفوز. يا مشاهدين روح
بتروح يا اللي بتروح. وبدا هدير الزمول المحليات الى سايل هجن الدار والاستقرار. الله 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 الله، الشامخ على المقدمه، الشامخ لا زال مسيطر حتى الان. وبدينا ايضا نقترب من موقع الاعلان اللي نذكر به كل المضمرين، هذا الاعلان في ميدان المرموم، الكل يعرف هذا الاعلان. 1200 عن خط النهايه، 1200 يا مشاهدين الان، هنا الان والشامخ، الشامخ اللي مسيطر لا محمد بن راشد بن حضيرم، بن حضيرم بينما رغم الضغوط القادمه من حشيم سلطان بن زيد بالضبيع، بالضبيع يطالبونك هالنزوه، يطالبونك هالنزوه، بينما القادم الان والمنطلق صغان سهيل بن قريع بن روس العامري يتقدم، بينما يعود مياس زايد بن محمد بن قران المنصوري، وراء قبلي هناك ايضا مياس لراشد بن سالم بن محمد بن للي يتقدم في مستوى المركز الخامس. الله 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 الله، الفوز الى وين؟ الفوز الى وين؟ السلامات وين؟ نزفها الى العين، مدينه الخضره والجمال، ولا الى اهالي منطقه نزوه، الاهالي منطقه نزوه عندك يا ابن حضيرم، عندك يا ابن حضيرم حتى هذه اللحظه. ولكن بالضبيع يحاول، بالضبيع يحاول، وبالهلي قادم مع مياس راشد بن سالم بن محمد بالهلي يتقدم، يتقدم ايضا يتقدم بالهلي في هذه المنافسه. العوير، العوير الى وين؟ السلام الى وين؟ الله 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 الله، اغيروا اهالي العوير، اغيروا مع الصداره الاولى، اراح بالهلي، راح اراح مع مياس، هذه السلاله السوغانيه اللي تتحمل مع المسافه الماراثونيه، مع المسافه الطويله 8 كيلومترات. ومياس تشاهدونه، السلاله المحليه، تهانينا والناموس لمالك مياس راشد بن سالم بن محمد بن هلي. اراح الى العوير، الى العوير، تهانينا، تهانينا يا بن هلي على تألق مياس، والسلاله السوغانيه تؤكد الحضور في اغلى مهرجانات الموسم، مهرجان سمو ولي عهد دبي. تهانينا وسلام، واسعدت صباحنا اهالي العوير على فوز مياس لبن هلي. تهانينا والناموس المركز الثاني. من وصل مشاهدينا الكرام؟ اللي هو ايضا حشيم لسلطان بن زيد بالضبيعة. المركز الثالث كان الوصول من غازي لسعيد بن سلمي العامري. المركز الرابع كفو محمد بن حمود بن ثعلوب الدرعي. المركز الخامس وصل في مشاهدي الكرام محرض لراشد بن علي بن نويصر ايضا المنصور. هذه هي النتيجة، لكن عودة إلى التوقيت الزمني وساعة وصول إلى خط النهاية. مياس ب 12 دقيقة 48 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالكي مياس اللي فاز بناموس الشوط. راشد بن سالم بن محمد بن سعيد بن الهلي اللي خطف الفوز وهداها للعوير، بينما في المركز الثاني توقيت الزمني 12 دقيقة 22 ثانية 55 ثانية. تهانينا والناموس وجزء واحدة من الثانية. تهانينا والناموس لمالك أيضا حشيم اللي هو سلطان بسيب بالضبيعة، نعم، اللي تألق بالمركز الثاني، بينما في المركز الثالث 12 دقيقة 55 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك. مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس، لا على العموم، تهانينا والناموس للجميع.